سهله جدا وبسيط بس ما بيضرش هو يا عيني يعني حاسس ان هو او غيره اي حد طلع ورقه ويتكلم حاسس ان معاه ورقه يعني يعني ما ينفعش ما هو بتوع الورق كتير على الهواء ممكن بيدي الناس انطباع ان الورق ده كتير وفي 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 لا الناس بتتداول اوراق كمان على الفيسبوك تقول لك اصل ده والاهلي اهو والأهل مش عارف رقم كام وده رقم كام وبالترتيب وبالنقاط يعني يا جماعه انتوا بتستقبلوا الاتحاد الافريقي ولا بتستغفلوا الاتحاد الدولي ولا بتستغفلوا الاتحاد المصري بتستغفلونا ولا بتستخفلوا مين يا أخوانا يا أخوانا والله عيب بجد الناس بتضحك علينا الناس بتضحك علينا فقرات التسليه اللي بقت في بعض البرامج الرياضيه بقت دمها تقيل قوي خاصه انك بتطلع تالف كده وانت نايم بتحلم حلم جميل وانت اما بتصحى لا تدرك ابدا ابدا انك صحيت يعني انت مش حاسس انك صحيت وبالتالي بتكمل الحلم يا سيدي احلام سعيده بس احلام بعيد عننا معانا ايه يا محمد النهارده معانا حاجات كتير لكن انا